حكم التحذير وما تمش التعامل مع الموقف، فدول محتاجين رد عليهم. موضوع بقى بالعشوائية دي يحصل التفكيك، برضه هو سؤال مطروح جدا ووجهة نظر مطروحة ومستنية رد، ولكن خلينا احنا ما نحكمش على نقطة التفكيك دي حصلت ازاي، لان احنا ما عندناش برضه المعرفة الكافية بالعملية بتتم ازاي، ولكنها محتاجة تفسير. خلينا نفكر بعض انه البيان اللي طلعته جماعة اجناد مصر بالتأكيد هو محتاج انه يعني زي ما احنا مستنيين تساؤلات اجابات على تساؤلات بخصوصه، احنا محتاجين ان احنا ناخده من وجهة نظر اخرى ونقول لنفسنا انه كل الكلام اللي ورد في البيان ده هو حاجة تفطر فعلا. يعني احنا جايين النهارده بنقول ايه الحاجة اللي تفطر؟ الكلام اللي مكتوب حاجة تفطر. لما الجماعة دي تقول في البيان انها تراجعت عن تفجير العبوة الناسفة تانية لوجود افراد بيرتدوا زي مدني كانوا بالقرب منهم، بجد الجملة دي لوحدها تفطر يعني، بس احنا هنمسك نفسنا، لانه يعني الحقيقة كتر خيركم ان انتوا بتقولوا كده، انا مش فاهمة يعني معناها ايه الجملة دي يعني. وبرضو جملة ان الجماعة استنكرت استهداف محطات المترو وقتل المدنيين وتبرأت من العمليات دي، بصراحة كتر خيركم يعني، بس هي حاجة تفطر الحقيقة. طيب خلينا نروح لفاصل ونرجع معاكم تاني في اخر دقايق حلقتنا النهاردة وفي كلام وسط البلد النهاردة، وهو بيدور عن حاجة تفطر. ايه يا جماعة الحاجة اللي بتخليكم تبقوا خلاص مش قادرين هتخرجوا عن شعوركم، او ايه الحاجة اللي قابلتوها النهاردة وكانت هتفطركم وهتخرجوا عن شعوركم وتفقدوا صيامكم بسبب؟ 2579-3195 و2576-5788 دي ارقامنا، وهنروح لفاصل.